يا مساء الفل والسعادة والجمال، مساء السعادة والنصر والشعور الجميل اللي بنحسه كلنا النهاردة على كل متابعينا متابعي قناة اي تي سي وبرنامج انتي في كل مكان. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وانتم فخورين بنصركم وبلدكم، كل سنة وكل بيت شهيد ضحى بدمه عشان كرامة بلدنا واستعادة أرضنا بخير وبسعادة. كل سنة وكل بطل عبر القناة ورفع علم بلدنا على سينا بخير وبسعادة. النهاردة طبعا احنا بنحتفل بالذكرى 49 لحرب أكتوبر المجيدة، فكل سنة وحضراتكم بألف خير، ودايما مصر قوية وناجحة ودايما في احتفالات كده يا رب. أنا حرفيا بجد يا جماعة بحب اليوم ده قوي، من كل سنة بحب أتفرج فيه كده على الأفلام الوطنية والوثائقية اللي بتحكي لنا وبتشرح لنا وبتنقل لنا كواليس الحرب، استعدادات مصر للمعركة، وإزاي مصر قدرت بجد انها تسترد الارض في الوقت الصعب ده والتحديات اللي كانت موجوده وقتها، وتثبت قد ايه انها بلد قوي وعظيم جدا جدا زي ما اثبتت في كل محنه على مر العصور. يوم يستحق الاحتفال ويستحق اننا نتكلم او نكلم ولادنا عنه طول الوقت ونحكي لهم تفاصيله ونحكي بساله جيشنا العظيم في اليوم الجميل ده اللي حسينا فيه بجد ان احنا كرامتنا رجعت لنا مره تانية، حسينا فيه بجد بفخر وبقد ايه احنا قدرنا نخش للعدو من الثغره بتاعته وقدرنا ان احنا نقضي عليه وعلى اماله واحلامه ان هو يحطنا في خانة الياك. اليوم ده هنفضل طول الوقت بنحتفل بيه بيننا وبين أسرتنا وبين حتى الوطن العربي كله. هتفضل شعلة النصر تنتقل من جيل لجيل، ويعني دايما المصريين في الوقت ده من كل سنة تحس وإحنا ماشيين في الشارع، تحس تبص في وشوش الناس، تبص في وجوههم، تلاقيهم قد إيه حاسين إن إحنا عندنا كرامة، إحنا عندنا وطن. نعمة الوطن دي يا جماعة نعمة كبيرة قوي قوي، أعتقد إنه إحنا كلنا حسينا وعرفنا طعم ونعمة الوطن في الظروف اللي حضراتكم عارفين كلها ان احنا يعني مرينا بيها في الوقت ياده، وعرفنا قد ايه نعمه الوطن مهمه جدا جدا، وان احنا من غير وطن ما نسواش حاجه، وده يمكن اللي كنا بنشوفه برضو حوالينا في الوطن العربي. وهتفضل شعلة النصر تنتقل من جيل لجيل، وزي ما بقول لكم يعني كلنا من كل سنة في البرنامج إن شاء الله ربنا يدينا العمر معاكم دايما كده إن احنا ننتصر ونحتفل معاكم دايما. من كل سنة بتحصل كده ايه غير الافلام اللي احنا برضو بنشوفها وبتطلع لنا على الشاشة واللي كانت بتبقى موجودة زمان، احنا بدأنا هو في انتاج افلام مهمة تنقل لنا عمليات بسيطة كانت من ضمن الحرب دي، وطبعا بتؤرخ التاريخ ومرحلة مهمة جدا كان لازم تؤرخ، ولادنا لازم يعرفوها وأحفادنا لازم يعرفوها عشان هم كمان ينقلوا للجيل اللي بعده، وتفضل الإحساس بالكرامة والوطن ده عايش معانا على طول. وهتفضل شعلة مصر والنصر تنتقل من جيل لجيل.
طبعا لازم نحيي ابطالنا ونديهم حقهم، وده بالفعل اللي عمله سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفاليه ذكرى حرب اكتوبر ضمن الندوه التثقيفيه للقوات المسلحه، وهو بيحيي ابطال الصاعقه ابطال معركه ابو عطوه وبيشكرهم على تضحياتهم خلال ايام الحرب عشان احنا نعيش دلوقتي مرفوعين الراس وبكرامه وبفخر. قصة بقى معركة أبو عطوة يوم 22 أكتوبر سنة 1973 كانت دارت كده معركة كبيرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وبين قوات الصاعقة على مشارف الإسماعيلية بقيادة البطل الرائد إبراهيم الدسوقي، وهو أحد أبطال المجموعة 139 صاعقة بحرب أكتوبر، وواحد من أبطال معركة أبو عطوة اللي قضت على أوهام شارون وأحلامه باحتلال مدينة الإسماعيلية، واستشهد البطل بعد تدميره لدبابة وثلاث عربيات نصف جنزير. طبعا معركة أبو عطوة بتعتبر من أعنف معارك الدبابات بين الجيش المصري وجيش القوات أو جيش قوات الاحتلال، اللي كانت عايزة وقتها توصل لمنطقة أبو عطوة عشان منها تضرب الإسماعيلية بعد ما تمكنت قوتها من التسلل بعدد من الدبابات لمنطقة الدفر سوار، وعبرت قوات العدو من المساحات الفاصلة الموجودة بين الجيش الثالث والجيش الثاني، واللي اتسمت وقتها بالثغرة، واعتدى العدو وقتها على السكان المدنيين في فايد وكسفرت وفنارة والسعيدية وأبو سلطان والضبعية، وضربوا المناطق المدنية ونتج عنها أو عنه الاعتداء، واستشهد عدد من السكان المدنيين من أبناء الإسماعيلية وعددهم كان 19 شهيد. لكن حصل أنه تم تدمير دبابات العدو على مرحلتين، الأولى ثلاث دبابات عند قرية أبو عطوة، والأخرى أربع دبابات ومدرعة على بعد 500 متر، وتمكنت القوات المصرية من إلحاق الهزيمة بالعدو بعد معركة شرسة جدا جدا بينهم. وكان في دور كبير قوي لأبناء الإسماعيلية ما نقدرش ننساه في المقاومة في منطقة البركة ومنطقة أبو عطوة وغيرها من المناطق. تحية لأبطالنا العظماء، تحية لكل من حرر الأرض ودفع حياته ودمه عشان نعيش مرفوعين الرأس. الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده خلال صفحته الرسميه على الفيسبوك قال ان حرب اكتوبر هتفضل نقطه تحول في تاريخنا المعاصر، استردت فيها قواتنا المسلحه شرف الوطن وكبرياءه ومحت وصمه الاحتلال عن اراضيه. كمان توجه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه الذكرى ال 49 للنصر العظيم بحرب اكتوبر المجيده بالتحيه للشعب المصري وللقوات المسلحه الباسله، وده لشجاعتهم وبطولاتهم ولشهدائنا الابرار اللي جاهدوا بارواحهم تحت رايه الوطن. كمان توجه الرئيس السيسي بتحيه سلام الى روح بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل انور السادات، اللي خاض الحرب واثقا بالله وبعزيمه بني وطنه عشان يحقق نصر عظيم هيفضل برهانا على اراده وصلابه المصريين وتمسكهم بسياده الوطن وكرامته. كمان السيده انتصار السيسي على صفحتها الرسميه على الفيسبوك قالت ان القوات المسلحه حققت معجزه عسكرية بكل المقاييس خلال نصر أكتوبر، وأثبتت بسالة الجندي المصري وشجاعته في تحقيق النصر والتغلب على أي عقبات أو تحديات. وأضافت كمان السيدة انتصار السيسي سلاما إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن دفاعا عنه وعن استقلاله وصون كرامته، كل التحية والإجلال والتقدير لشعب مصر العظيم.
يا سلام يا سلام على بليغ حمدي ووردة، فعلا من الأغاني اللي بتأشعر بجد، ولازم كده كل سنة مع كل احتفالات نصر أكتوبر نسمع الأغنية دي. حقيقي ذكريات جميلة وقصص عظيمة جدا جدا، لازم نحكيها ونفتخر بيها ونحتفل بأبطالها الحقيقيين. الحقيقة يعني النهاردة كمان احنا بنحتفل معاكم بالمولد النبوي الشريف. كل سنة وحضراتكم طيبين، يا رب تكونوا بألف خير يا رب، والأمة الإسلامية كلها بخير يا رب. أنا بحب طبعا الأجواء دي جدا، وحضراتكم أنا متأكدة أن كل الناس بتحب الأجواء دي. المولد النبوي الشريف بنستناها من السنة للسنة، وطبعا يعني طقوس جميلة وعادات احنا مستحيل نتخلى عنها في مناسبة زي دي. وطبعا أهمها حلاوة المولد، على قد طبعا يعني ما كل تفاصيلها فيها بهجة وشعور مختلف، إلا إني بخاف جدا أزود فيها علشان الدايت، بس طبعا ما بقدرش أقاوم، أكيد زيكم بالظبط يعني نفس القصة وبالتفاصيل. بحاول كده يعني ألتقط منها اللي أقدر عليه، مع إني برضو بنسى نفسي وأفضل أخش بقى من الفولية على الفستقية على السمسمية على الحاجات الحلوة كده بتاعت كل سنة. فيعني بنحاول، بس مش مشكلة يعني، هو يوم في السنة ما جراش حاجة. كمان انا فاكره لما كنت صغيره كان بابايا لازم ياخدني انا واخويا نروح نختار علبه الحلاوه دي، مكوناتها بقى نقعد نختارها انا واخويا واحده واحده، كل واحد فينا بيحط النوع اللي هو بيحبه بيفضله اكتر، ونقعد نتخانق بقى مع بعض، لا انا اخترت 2 من دي، لا انا اخترت 3 من دي، والحاجات دي طبعا اكيد كل اسره عاشت الاجواء دي. كلكم بقى وعروسه المولد والحصان اللي كانوا بيتعملوا من الحلاوه، طبعا كلكم فاكرين زي عروسه المولد بتاعت زمان الواقفه عامله كده دي وبتاع، كمان عروسه المولد البلاستيك لما طلعت بعدها كانت برضو من اهم الطقوس لينا في يوم زي ده، زيها زي فانوس رمضان بالظبط. فيعني حاجة كانت جميلة جدا، وبرضو خلي أولادكم يحتفلوا معاكم بالموضوع ده، وما تنسوش تجيبوا لهم العروسة والحصان. وفي محلات كتير قوي لسه لحد النهاردة بتعمل الطقوس دي، ويعني بتشتغل على عروسة المولد وبتشتغل على الحصان وبتعمله بأشكال جديدة ومناسبة للعصر ومناسبة للأطفال والحاجات دي كلها. كمان بقى لو رحنا للأفلام، الأفلام بتفضل تتعرض في اليوم ده، شكلها المبهج بيفضل موجود، بنفضل نتفرج عليها، تحسوا ان الاجواء زمان كانت عامله يعني كانت مختلفه وعامله ازاي، يعني تحسوا هي نفس المناسبه، هي نفس الطريقه اللي بنحتفل بيها، ولكن الموضوع يعني لم يختلف من جيل لجيل بشكل كبير بصراحه. فانا عن نفسي مثلا من الافلام اللي بحب اتفرج عليها قوي بتتعرض في اليوم ده فيلم الرساله، بيبقى موجود على كل القنوات وهيبقى موجود طبعا على قناه اي تي سي، فعايزاكم بقى يوم السبت ان شاء الله تتفرجوا على فيلم الرساله على قناه اي تي سي الساعه 10 مساء. فما تنسوش ابدا تتفرجوا على الفيلم ده، قد ايه هو فيلم جميل. تعالوا بقى نشوف مع بعض تقرير جميل عملته مراسلتنا منى زهدي عن تطور حلاوه المولد من زمان لحد دلوقتي، ونرجع لكم مره تانية. حلاوه زمان عروسه حصان. على هذه الالحان اتربت اجيال كتيره من المصريين، واتولدت جواهم مشاعر لا يمكن وصفها لحب حلاوه المولد. العروسه والحصان كانوا ثوابت في كل بيت مصري، وارتبطت بذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. العروسه الحلاوه دي جميله جدا، كنا بنزينها وكنا بنجيب لها حاجات وبنعملها زي طفله معانا كده، وكانت الدنيا حلوه معانا. الحصان بقى بتاع زمان بيبقى ليه طعم وليه لون، اكيد العروسه لما بتيجي تهديها وبتخش على حد بيها بيبقى لها طعم ولها شكل كبير طبعا. العروسه الحلاوه بتاعت زمان من زمان واحنا واخدين عليها، بتبقى حلوه واخدين عليها، بتختلف عن دلوقتي كتير، بس بتاعت زمان احلى ودلوقتي برضو حلوه. الملابن وسمسميه حمصيه الحاجات دي كلها. انا لسه في زبونه من شويه كانت بتسال عليها بتقول لي عايزه عروسه حلاوه، بقول لها ما فيش غير العرس زيت، قالت لي انا عايزه حلاوه. وزي ما كل شيء بيتغير وبيتطور، فالعروسة والحصان كمان اتغيروا، ومش بس كده، كل الأصناف القديمة اتغير شكلها ودخل معها أصناف جديدة. قرص الفولية والحمصية والسمسمية الأبيض اتطوروا وبقوا أصابع مركزة وأسهل في الأكل وبطعم مختلف، ودخل معاها أصناف جديدة كتيرة منها البندق والكاجو والفستق واللوز وغيرها من الحلويات اللي كل سنة بنشوفها ونكتشفها. حاجات كتير طلعت كتير قوي، اللي هي الفخفخينات
فخفخينا بالبندق وباللوز وبالعين الجمل، بتبقى حاجات حلوه كتير يعني. الملبن واللوز والفستق من احلى الحاجات اللي انا باكلها. لا القديمه على فكره، هتلاقينا لغايه دلوقتي بناكل الحاجات القديمه، الحاجات الثانيه دي بتيجي ما انت مش عارفاها اصلا. حاجات زادت، مشبك زاد، المؤاخذه حوال زادت في الاسعار. ده عامل 35 فعلا، عامل 35 في حاجه، عندي عامله 40 في حاجه، عندي عامله 60 في حاجات معينه يعني. بحب اشتري العروسه الحلوه وبحب اكلها وماما عيداني عليها من زمان. مظاهر الحداثه طالت كل شيء، ومن ضمنها حلاوه المولد. لكن واحنا بنتناول حلاوه المولد ساعات بنسال نفسنا، حلاوه زمان ولا حلاوه دلوقتي؟ مشاعر زمان ولا مشاعر دلوقتي؟ منى زهدي، انتي اي تي سي. شفنا مع بعض الخيم والحاجات المنصوبة علشان تبيع عروسة المولد وحلاوة المولد. فعلا زمان الموضوع كان مقتصر على مكونات أو مكونات قليلة قوي قوي عن دلوقتي. تدخلي محل الحلويات تشوفي كده الأنواع اللي موجودة، وترجعي تشوفي بقى الأفلام تحسي بالفرق الزمني اللي موجود. فعلا زمان الموضوع كان مقتصر على شوية حاجات قليلة زي الحمصية، الفولية، الملبن، وعروسة المولد، وفل قوي على كده. دلوقتي بقى الموضوع بقى كبير قوي، يعني الموضوع دلوقتي دخل في كاجو ولوز وحاجات كتيرة قوي من تفاصيل العصر. حتى أنا تخيلت على فكرة أن ممكن هما يعملوا عروسة المولد فيلفت، أو يعني الحاجات اللي بقينا بنشوفها كل سنة كده بتتطور وبتروح لحتت ومناطق أنه يعني تشبه العصر. ففعلا حاجة كانت جميلة قوي، تقرير حلو قوي. اتبسطت كمان لما شفت فيه بنت صغيرة بتقول ان مامتها حكت لها عن عروسة المولد وعن الحصان وعن الحاجات دي كلها. ما تنسوش دايما تنقلوا الموروثات والاحتفالات الدينية دي لأولادكم عشان هم كمان ينقلوها لأولادكم وأحفادكم. خلينا بقى نقول لكم عندنا ايه النهارده، لان هو يوم مميز قوي قوي، لانه الحقيقه هو قرب بين مناسبتين اهم واحلى من بعض، هما المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات حرب اكتوبر عام 1973، الحرب اللي قدرنا فيها نرجع ارضنا وكرامتنا ونحافظ على عرضنا، اليوم اللي قدر فيه الجيش المصري انه يعبر قناه السويس ويهدم خط بارليف في 6 ساعات، الخط اللي قال جنود الاحتلال عنه انه ساتر تراب يستحيل اجتيازه. قدر الجيش المصري يحقق المستحيل ده، وقال وقتها السادات الجملة الشهيرة بتاعته اللي بتتردد في كل ما سمعنا كل سنة من الوقت نفسه: تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف البنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقد العدو توازنه في 6 ساعات. طبعا يعني إلقاء وأداء سيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان مختلف، ولو يعني هيبة كده وهو بيقولها. فالله يرحمه ويرحم أمواتنا جميعا يا رب. والله يا جماعة فعلا يوم 6 أكتوبر من كل سنة أنا بستمتع جدا لما بستمع للخطاب ده، خطاب النصر اللي قاله سيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 14 أكتوبر عام 1973. السينما المصرية بقى يا جماعة سلطت الضوء على نقاط كتيرة جدا بين الأفلام والمسلسلات، سواء على ملحمة أكتوبر أو حياة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هيتكلم معانا النهاردة عن الموضوع ده الناقد الفني الأستاذ مصطفى الكيلاني. وطبعا مش هنقدر نختم حلقتنا النهاردة من غير ما نسمع أناشيد دينية جميلة بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكمان مجموعة من الأغاني الوطنية الجميلة هتنورنا النهاردة في استوديو أنتي الفنانة الجميلة بسمة عبد القادر. هنستمع معاها ونستمتع بصوتها الجميل اللي كلنا يعني ان شاء الله النهارده هتبقى احتفاليه حلوه قوي. واللي احنا طبعا عايزينه النهارده هو هدفنا الاول والاخير انه حضراتكم تستمتعوا معانا وتتبسطوا معانا. لكن في الاول خلينا نروح لاول فاصل معانا النهارده، ونرجع مره تانية نستقبل فقراتنا وضيوفنا في انتي. استنونا. مطلوب من كل وطني وكل وطنية، مطلوب من كل مصري وكل مصرية،
مطلوب من كل وطني وكل وطنية، مطلوب من كل مصري وكل مصرية، من كل أب من كل أم من كل أخ من كل أخت، ما تقولش هدتنا مصر ونقول حنتي لمصر، ما تقولش هدتنا مصر ونقول حنتي لمصر. يا حبايب مصر، يا حبايب مصر، مصر 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 يا حبايب مصر، حبايبنا. يا سلام، الله 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 عليك يا بسمة، ما شاء الله صوت قوي وجميل، حسستينا بالفرحة بجد، نقلت لنا كده الإحساس وإحنا قاعدين، فما شاء الله عليكي. طبعا يعني النهاردة عيد النصر، وحلاوة اليوم في 2022 زادت لما الصدفة قربت ذكرى نصر أكتوبر بذكرى المولد النبوي الشريف. مين يصدق أن الحرب يمر عليها 49 سنة ولسه الشعب المصري فاكر وبيورث إحساس الفخر وحب الأرض ورفض الاحتلال بكل أشكاله وأنواعه. النهاردة هنحتفل سوا بالمناسبات الحلوة دي مع ضيوفنا المطربة الجميلة بسمة عبد القادر، وكمان معانا النهاردة الناقد الفني الأستاذ مصطفى الكيلاني. هنتكلم معاهم إزاي جسدت السينما المصرية ملحمة أكتوبر وكمان السيرة النبوية. منورينا النهاردة في استوديو أنت يعني، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيبة وخير يا رب. طبعا يعني ليديز فيرست بقى، هبدأ مع بسمة على طول. ويعني بسمة زي ما بقولك ما شاء الله عليكي صوت قوي وحلو ومساحات وحاجة يعني عظيمة جدا. احكي لي عن نفسك الأول، عايزين نتعرف عليكي كده، بداية الغنى معاكي بدأت من إمتى؟ هل درستي ولا اعتمدتي على الموهبة بس؟ ولو إني أشك إن تكوني اعتمدتي على الموهبة بس. بسمة عبد القادر إنسانة بتمتلك الحمد لله موهبة يعني ربانية من عند الله الحمد لله. أنا خريجة علوم كمبيوتر، حاجة ملهاش علاقة خالص، لكن أنا نميت الموهبة، دخلت دراسات حرة في كلية التربية الموسيقية وفي معهد الموسيقى، وفضلت وراء يعني الإصرار إن أنا أتعلم وإن أنا أعلم نفسي وإن أنا أجتهد عشان أوصل لمستوى كويس يعني، وأتمنى إن ده يعني الحمد لله يعني أكون وصلت المستوى يعني الحمد لله يعني يبقى عالي والناس تبقى مبسوطة منه. أكيد ده باين من ردود أفعال طبعا الناس يا أستاذ مصطفى. طبعًا ولا طبعًا إيه؟ لا يعني ما شاء الله، لا صوت عظيم، صوت عظيم وإحساس وموهبة بصراحة يعني. يعني أنا أول مرة أسمع بسمة النهاردة. يعني الأستاذ مصطفى الكيلاني ناقد فني يعني. لا بجد ما شاء الله ما شاء الله عليها. يعني البلد دي طول الوقت زي ما بنقول بلد ولادة، مصر ولادة. صح صح جدا. فطول الوقت إحنا بنشوف كم مواهب فطرية محتاجة شوية رعاية وتبني، نتبنى المواهب دي ونطلعها. هنلاقي عندنا كم كبير جدا جدا من المواهب في كل المجالات. ده اللي مخلي البلد دي مكملة بالنسبة رغم كل الأزمات اللي مرت بيها. في حاجة غريبة هي البلد دي فيها حاجة غريبة، هي فيها تحسي كده إنه كم الحاجات اللي مرت عليها قوتها جدا وخلتها قادرة ان هو مع كل صعب بتعديه بتكمل وبتطلع. والغريب في الموضوع والسبب الناس بالضبط، يعني ناسها. ان المصريين كمان دايما وعلى طول بيثبتوا ان هم ابطال في المصاعب. ده حقيقي، دايما في كل موهوبين شاطرين بيعرفوا يلاقوا حلول لكل حاجه. صح. وبعيدا عن ده احنا عندنا تراث فني عظيم. عندنا كم مكتبه كبيره قوي قوي قوي، ده شايلينه فوق كتافنا طول الوقت. وده اللي مخلي دايما المواهب المصريه عندها حاجه مختلفه عن اي حد في المنطقه اللي حوالينا، ودي مش شوفونيا
دي في الاخر تجسيد لواقع مرتبط بانه احنا فعليا اللي احنا شايلينه على ظهرنا من تاريخ وحضاره وتراث وسمع وتراث شفاهي اللي هو وتراث لامادي وحاجات كتير كده بالشكل ده شايلينه كله على ظهرنا. ولما بتطلع مواهب زي الاستاذه بسمه بنلاقي انه فعليا هي حتى ممكن تكون قبل ما تبدا دراسه بتلاقيها واعيه عندها الموهبه وعندها وبتعمل بتقول المقامات صح وبتروح ليها. ففعلا موهبه تستحق التقدير وتحيه كبيره جدا لصوتك الجميل. استاذ مصطفى طبعا احنا بنحتفل بذكرى انتصارات حرب 6 اكتوبر واحنا عندنا مكتبه برضو يعني مش كبيرة قوي بس يعني عندنا مكتبة من المسلسلات والأفلام اللي بتنقل لنا أجواء والمحطات اللي عادت بيها حرب 6 أكتوبر. أنا مبدئيا كده بس عايز أعرف إيه أكتر فيلم حضرتك بتحب تتابعه وحضرتك بتشوف إن هو يعني من وجهة نظرك من الفيلم الممتع أكتر اللي قدر إن هو يوثق أكتر؟ هو لا هو في كذا فيلم أنا بالنسبة لي يمكن يكون أهمهم هو مشهد في فيلم العصفور ليوسف شاهين. مشهد النهاية في فيلم العصفور ليوسف شاهين بتاع هنحارب. أغنية على الممر. أغنية على الممر اللي اتعمل عن صمود مجموعة من جنود الجيش المصري المشاة في منطقة الممرات ووقت 67. وإزاي طول الوقت هم عندهم أحلام إن هم لا إحنا هنخرج وهنكمل وهننتصر. الطريق إلى إيلات. واحد من الفيلم ده من الافلام برضو الجميله قوي فعلا قوي اللي ما ينفعش ما نتابعهاش. وعايز اقول لك على حاجه في فيلم ما بيجيش غير مره واحده في السنه ومظلوم جدا اسمه حكايه الغريب. ده اللي هو محمد منير طبعا الفنان الجميل محمود الجندي وابطال كتير. هو القصه كلها ان احنا عندنا بطولات ما حدش بيتكلم عليها كتير في الاسماعيليه طبعا في السويس بالاساس السويس بالاساس لان السويس منظمه سيناء العربيه كان مقرها الرئيسي في السويس. فيها فدائيين من منطقه القناه كلها بس المقر الرئيسي ليهم كان في السويس. بدايه منظمه سيناء العربيه جت ازاي عشان تعرفي بس المصريين بيعملوا ايه يا ريت تحكي لنا احنا عايزين نسمع وعايزين نسمع يعني الناس كمان. انه منظمه سيناء العربيه دي انه بعد العدوان الاسرائيلي في 67 الجنود حصل امر بالخاطئ بالانسحاب بشكل عشوائي والانسحاب ده تسبب في انه في جنود كتير تاهوا في الطريق العوده للغرب. فكان بيطلع اهالي منطقه القناه يعدوا الناحيه الثانيه بمراكب البنبوطيه ويجيبوا الجنود يقعدوا يدوروا على الجنود ويجيبوهم. المراكب البنبوطيه كانت بتتضرب فكانوا بيعدوا عوم ويجيبوهم. معاناه كبيره فعلا. فوصلوا لمرحله ان هو بيعدي هم كانوا معظمهم رياضيين وبحاره و فكانوا بيعدوا الناحيه الثانيه والقناه ما يلاقوش جنود فيلاقوا دوريه للعدو. فيتعاملوا معاها وساعات بيتعاملوا معاها بالسلاح الابيض. شوفي تخيلي ويرجع الواحد منهم مربط اتنين وعايم بيهم وشايله على ظهره وعايم بيهم القناه يعدي بيهم القناه تمام مربطهم وتاخدوا اسره. معانا بقى الفنانه الجميله واللي دايما بتمتعنا الفنانه الجميله مادلين طبر. الو الخير. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طبعا الفنانه الجميله مادلين طبر انت حضرتك قدمت لنا اعمال كتيره حلوه جدا جدا سواء في الدراما او في السينما ولكن انا عايزه اقف النهارده طبعا بمناسبه احتفالات نصر 6 اكتوبر وكل سنه وحضرتك طيبه طبعا فيلم الطريق الى ايلات واللي هو بيتكلم عن حرب الاستنزاف. ذكريات حضرتك ايه مع العمل ده؟ تمام. اولا كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه انتصاراتنا انا بعتبر انتصارات اكتوبر مستمره في كل مره احنا بنحيي هذه الذكرى هي بتعيش. علشان كده بتمنى انه يبقى في كل سنه عمل زي ايلات مش لينا احنا للي جايين عشان يبقوا عارفين صحيح. اولا لاشعال وايقاد الاحساس بالانتماء والفخر بجنسيتنا بهويتنا بنصرنا وبعدين للاجيال تعرف التاريخ بتاعنا. كمان كل مولد وانتم بالف خير دي ذكرى نبويه جميله تواكبت مع
ذكرى انتصارات اكتوبر. وحضرتك طيبه استاذه ساره حنفي، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه. الناقد الكبير ناقد الاستاذ مصطفى الكيلاني، ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ ازيك يا استاذه اخبارك ايه؟ لا احنا بعد الهوا لازم تاخد رقمي ونتكلم. حضرتك ناقد فني ليك قيمه وكلامك هزني جدا، كنت بسمع اللي انت بتقوله. ربنا يخليك يا استاذ، ربنا يخليك. ده فعلا كان هناك مشقه كبيره على الابطال الحقيقيين، وانا كنت يعني على علاقه اسريه استمرت 30 سنه من يوم ما عملت الفيلم مع الاسر الابطال الحقيقيين زي القبطان عمر عز الدين، قبطان نبيل عبد الوهاب، وابطال اخرين. فكنت يعني استمرت علاقتي بهم اسريا، يعني لما يجوز ابنه اطلع احضر الفرح. الله. لان احنا والله احنا حسينا يعني اننا مش بنمثل، احنا بنشارك بجزء من العمليه. كنا مصدقين المصداقيه رغم انه الفيلم كان معمول على اساس هو ماده فيلميه سينمائيه شريط، لكن كان معمول للتلفزيون. ولكن رغم كده ورغم ان يعني ما كناش متوقعين انه ان يعيش هذا الفيلم، الفيلم بمصداقيته بتقنيته المحبكه بمحبه الناس له عمال يطارد والناس لسه بتابعه، لان هو كمان مجد ثلاث اعمال بطوليه داخل الفيلم نفسه. لا انا عايز بيتيام وبتشافع، هو ما كانتش عمليه واحده. استاذه مدلين انا عايز اقول لك على حاجه، فعليا اللي انتوا عملتوه ده جزء من العمليه. اللي انتوا عملتوه التمثيل انه ان انتوا جسدتوا العمليه العمليات الفدائيه اللي حصلت في منطقه ميناء ايلات عموما، ده جزء من العمليه، ده كمالة العمليه. طبعا طبعا يا فندم طبعا. هو طبعا الله يرحمه الكاتب الكبير فايز غالي طبعا جمع اجزاء من كل العمليات دي، وطبعا كان في شويه تغيير بما فيهم قصتي كمريم، لانه انا كان الشخص اللي كان مساعدهم من منظمه فتح الفلسطينيه كان راجل، فعشان يبقى في دراما، عشان صناعه الدراما. لكن معظم هذه الاحداث كما شفتوها هي حقيقيه. المشقه اتحدثي عن المشقه بدون حرك، يعني اللي قاله الاستاذ مصطفى ده حقيقي واكتر. احنا ولو كنا بنمثل تمثيل انما شاركنا بجزء، حسيتوا بالمعاناه، حسيتوا بالمعاناه اللي حس بيها، ويمكن جزء من اللي عاشه الجيش المصري. لو تعرفي في لقطه انا بحبها جدا، اللحظه اللي يعلن فيها انه احنا هنوقف العمليه خلاص واحنا في الصحراء، لان المكوك مختلف المقاسات. ففي اللحظه دي احنا نهرنا، فكل واحد عبر بطريقته. الله يرحمه عبد الله محمود مد ايده وقال لا، فاكره المشهد ده؟ طبعا طبعا. انا كان وشي، لو تشوف اللقطه دي يعني لقطه معبره جدا، وشي مليان اسى بما تملك هذه الكلمه. انت كناقد يعني اسى، وجع داخلي ودموع وعرق، ورحت واقع منهاره على ركبي. ما حسيتش ان ركبي اتفجمت لانه كان في صخر تحتيه. انا يعني وقعت، او يعني ركبي ما شالتنيش رافضه ان تقف العمليه. يعني عشان بس اقول لك حاله التوحد لم تكن تمثيلا. نعم. فعلى ما يبدو هذه المصداقيه الطيبه اللي ظهرت من كل العناصر اخراجا واضاءه وتحت الميه مع استاذ سعيد الشيمي، وفوق الميه مع استاذه انعام، ومع كل المجموعه، انبتت ورده مش اكتر من نقطه دم من رمله موجوده في سيناء. دايما بقول حسب وانتم بتمشوا في سيناء، يمكن انت بتدوس على نقطه دم لاخ شهيد، ان كان من حرب الاستنزاف او حربنا المجيده، او ان كان من حربنا ضد الارهاب حاليا. العمليه مستمره وسيناء نصيبها كبير من الوجع. قوي قوي فعلا. ويمكن كمان الفيلم ده كان بيتكلم عن الغارات المصريه اللي كانت ضد ايلات، وهو فيلم جميل ومكتمل الاركان، واخراجيا وفي الاداء وفي كل حاجه، وطبعا الغارات اللي قامت بيها الضفادع البشريه المصريه، فهو فيلم حلو قوي. واتمنى برضو يعني حضرتك فنانه كبيره يكون ليكم دور في ان انتوا توصلوا صوتنا احنا كجمهور، ان احنا عايزين افلام زي دي. انت عارفه انا عملت ايه يعني، ودي اقولها للاستاذ الناقد الكبير الاستاذ مصطفى الكيلاني. انا ما بعرفش بيتر ميمي، رفعت السماعه وكلمته، قلت له بص انا مادلين تبر،
كل ما بشوف الاختيار بقول لي أنا مش معاك، لكن أنا عايز أقترح عليك حاجة. أنا دلوقتي سني لا يسمح لي بإني أكون الفتية الشابة الصغيرة اللي تشيل الكلاشينكوف وتنزل مية وتعوم وتطلع، لكن سني يسمح لي إني أكون بدوية من سيناء، فعايزة أبقى سيناوية. يا ريت لو تستمر، لأنه إحنا دلوقتي بنحارب الإرهاب، يعني لو تستمر سلسلة الاختيار أتمنى أن أكون واحدة من السنيوات الجميلات اللي كانوا يشيلوا الحاجات بسلال بالظبط وينقلوها للجنود. طيب يا أستاذة مادلين، أنا يعني بوجه نداء كمان مش لبيتر ميمي بس، لكل الشركات الإنتاج في مصر، إنه إحنا عندنا نجوم كبار، نجوم بجد عندهم حس، مش يعني فكره حس وطني، بشوفها أيوة كلمه مبتذله شويه. أيوة أيوة لا صح، احنا اللي جوانا اكتر من كده بكتير. صح، انه احنا انه احنا فعليا محتاجين نجسد بطولاتنا. احنا عندنا كل واحد شارك بقدر ما في الحرب يتعمل عنه فيلم. صح، انت بنتكلم كلامك حقيقي. احنا بنتكلم على شخصيه، الشخصيه اللي حضرتك جسدتيها مثلا في ايلات دي لوحدها يتعمل عنها فيلم. يا ريت والله، يا ريت. احنا عندنا عمليات كتيره وبطولات كتيره، يعني مش هنقدر نعدها، صعب ان احنا نعدها. وانا بشكر حضرتك جدا، نتكلم وهنستضيف الابطال اللي موجودين لحد النهارده، وشكرا جزيلا على الافكار النيره والجميله دي للفنانه مادلين طابر وفيلم الطريق الى ايلات. انا عايز اروح ليك يا بسمه وهرجع لك مره ثانيه عشان نتكلم باستفاضه اكتر عن الطريق الى ايلات. ايه اكتر افلام بتحبي تتفرجي عليها في اليوم ده؟ يعني الحقيقه كان لسه في فيلم امبارح لناديه الجندي، بس انا مش متذكره الاسم. بس بتحبي تقعدي تتابعي الاجواء؟ انا بتابع طريق الى ايلات طبعا، يعني من اجمل الافلام اللي انا بعشقها. انا ممكن اتفرج عليه على طول يعني باستمرار، يخلص ويعيد تاني. زينا زي كل المصريين، كل حدث وتفصيله صغيره فيها تلاقيني انا حافظاه، يعني كان احنا كنا عايشين جوه الحدث ده. صحيح، جوه الاجواء دي. ايوه طبعا. فانا كنت متاثره قوي ومشدوده، وما حسيناش بالوجع وما حسيناش بالنصر يعني، بس الى برضو الان احنا برضو حاسين كان احنا كنا عايشين الحياه دي لحظه بلحظه. عايز اسمع صوت بسمه بقى عشان نستمتع شويه. في اغنيه الحقيقه انا حابه ان انا اقدمها، احنا شعب، ده من تاليف الحان دكتور وائل سليمان زوجي والشاعر حسين زغله. اتفضل. ونتمنى يعني ان احنا نشوفك بقى في حفلات ونشوفك موجوده بتطلي علينا. حرام الصوت ده بجد ان هو يعني يطل كده من بعيد لبعيد. انت ليه مقصره في حق نفسك؟ يعني ما بتنتجيش لنفسك؟ انا عارفه انه صعب انك تنتجي لنفسك. هتكلم في انه لا، بننتج لنفسنا والحمد لله، يعني قدرنا نثبت وجودنا، بس ماشيين، عارفه، واثق الخطوه يمشي ملكا. احنا ماشيين على مهلنا، وعلى يعني انا بقدم الحاجه اللي فيها الافاده، يعني مش باكر الفنان ينتج لنفسه، هو مش شغلته اولا، بتبقى صعبه طبعا. هو بس في حاجه مهمه، انه جزء كبير من المواهب المصريه ما بتشتغلش بفكره الكوميرشال. هم عايزين يقدموا فن تجاري. اوكي حقيقي. الكوميرشال فيه فن برضه، بس في الاخر هم عايزين يقدموا حاجه معينه، حاجه تناسب ذوقهم، تناسب طبيعتهم، تناسب اختياراتهم الفنية والموسيقية. احنا مش يعني ممكن نركب الترند ونطرقع، بس هنروح فين بعد؟ انتوا بتحترموا برضه عقول الناس وتحترموا ذوقهم وفنهم، فيعني دي حاجة تحسب ليكم أكيد، وانتوا اللي عمركم أطول. والله أنا بحب أوجه كل الشكر والحب والامتنان لزوجي دكتور وائل. الحقيقة هو أصلا مستشار في وكالة الفضاء المصرية ومدرس، يعني دكتور، فهو بيدعمني دايما ويقول لي صوتك يستحق، انت لازم تكوني موجوده على الساحه الفنيه، لازم حق. الناس تسمعك، لازم لازم طبعا. لازم مستشار في وكاله الفضاء المصريه وملحن كمان وخريج موسيقى يعني. الفنان موجود في كل مكان. ما شاء الله. يعني طبعا تحيه كبيره ليه جدا كزوج واقف جنب زوجته بيدعمها، ده شيء يحسب له. فيعني ربنا يخليكم لبعض يا رب. الممر الفيلم اللي احنا قعدنا كده في يعني فجوه زمنيه في مثلث برمودا ما بين الافلام اللي تم انتاجها في فتره السبعينات وال احنا عندنا كام فيلم يعني يتعدوا وبعد كده ما فيش خالص، بعد كده طلع علينا
فين الممر ممكن يكون فيه تجربة أو اتنين قبله، ولكن يعني ليه عندنا الفجوة دي حاصلة؟ ليه بالرغم من إن احنا عندنا انتصارات وعمليات وبطولات وشهداء ضحوا بنفسهم ويمكن بطولات يعني يقشعر ليها الأبدان، بس ليه ما عندناش الأفلام؟ لأنه احنا اهتمينا بانه لا، اصل الانتاجات الحربيه والانتاجات اللي بالشكل ده مش ملهاش جمهور ومش هتجيب فلوس. احنا وكمان كان عندنا مشكله انه للاسف جزء من الناس لا، اصله الكلام اللي ظهر بزياده بعد 2013 اللي هو اصله جيش هزايم مش عارف ايه، وبداوا يتكلموا على الجيش المصري بالمنطق ده انه احنا ما عندناش بطولات. ده مين اتكلم؟ لا ده ال 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 الطوائف وقت النكسه يعني، ولا هتتكلم بعد؟ لا احنا من بعد النكسه بدا التيارات المتشدده والمتطرفه تشتغل اعداء الوطن، تشتغل على اعداء الوطن. حلو. بدايه من 2011 جزء من منظومة السوشيال ميديا ومنظومة الإعلام الخاص بهم، واللي هي بالمناسبة هي منظومة قوية جدا لأنه بتصرف عليها مليارات الدولارات، طبعا بيتم دعمهم بشكل بالظبط وتدريبات من أجهزة أجنبية وحاجات من بالشكل ده، بيشتغلوا على تغييب الوعي عند المصريين لحد ما جت اللحظة بتاعت 30 يونيو، فطلعت بقى الحدوتة بتاعت جيش هزايم وهو مش عارف ايه، فكان بزيادة قوي، وإنه أصل احنا ما انتصرناش في 56، في حين انه مثلا البريطانيين نفسهم عملوا مسلسل ذا كراون الجزء الثاني منه، افتتاحيه الجزء الثاني بتتكلم عن النقله اللي حصلتها اللي عملتها مصر وبيل هاربر، يعني ما احنا عندنا افلام كتير. لا والهزه اللي حصلت للمملكه البريطانيه كلها بسبب ما فعله المصريين في 56. بنتكلم عن النهارده عن حرب اكتوبر، لولا ان احنا ساعدنا في تحرير اليمن ما كناش هنعرف نقفل مضيق باب المندب وننتصر في حرب اكتوبر. اي جيش في الدنيا بتحصل له بيخسر معركه، لكن مش احنا ما خسرناش حرب بالمناسبه. احنا كمصر هي كانت مرحله، هي كانت حلقه في احنا ما خسرناش. بص يا فندم، احنا ما خسرناش حرب، احنا خسرنا معركه جولة. ده بالظبط كده اللي حصل. ايه يعني فرنسا كلها دي احتلت 5 سنين وشويه. حلو. فرنسا اللي كانت دوله عظمى وعندها مستعمرات من الهند لامريكا، اوكي، دي احتلت بالكامل في الحرب العالميه الثانيه، وما حدش من الفرنساويين بيتكلم على فكره الهزيمه زي عندنا. احنا طب ده كان يعني ابدا بان احنا نقاوم الفكر ده ونقاوم التوجهات دي، ده للاسف ما حصلش، لانه في التوقيت ده احنا ما كانش عندنا رغبه في مقاومه الفكر ده للاسف. لما جينا بقى للممر، والممر بقى والاختيار وغيرها، ودلوقتي السرب، احنا عندنا مجموعه اعمال، هل دي هتكفينا؟ بس هقولك حضرتك حاجة، في أصوات بتقول إنه الإنتاج المصري لن يتحمل ميزانية فيلم يعني بيقدم حرب. طيب. بيقدم أحداث النهاردة ومعارك وحاجات زي دي. النهاردة بس الخميس، بس برضو ممكن نعمل أفلام زي اللي النهاردة اتعملت. النهاردة الخميس 6 أكتوبر إحنا عندنا كيرة والجن، اللي هو فيلم بيتكلم عن مرحلة ما من مقاومة الاستعمار البريطاني، أوكي، في 1919. الفيلم محقق 117 مليون جنيه في التوزيع داخل مصر فقط. اذا الجمهور مستعد ان هو يستقبل. هقول لحضرتك على حاجه، الممر نزل عرض سينمائي، يوم عرضه التلفزيوني ايه اللي حصل؟ مصر كلها قعدت في البيت، مفيش حد كان في الشارع. عارفه لحظه اذان المغرب في رمضان والشوارع فاضيه؟ مسلسل يوم الاختيار، عرض الممر كان كده. حلقه 28 في الاختيار الجزء الاولاني، تمام، وغيره. فانت عندك جمهور متشوق انه يعرف حاجه عن بلده، ومتشوق بالمناسبه الجمهور عنده. بس يعني هنا بيقول انه القائمين على العمليه الانتاجيه هم اللي بيفرضوا المعروض على ما هو الناس. ما هو ده بقى اللي حصل، التغيير اللي حصل دلوقتي، انه لا احنا لازم نقدم اللي بجد. لازم هتلاقي اصوات زي الاستاذه بسمه، وهتلاقي ناس
من النوعيه دي بتحاول تقدم فن حقيقي وجاد موجوده. نعم. احنا مش هنقدم لسه ما وصلناش لمرحله ان احنا نقدم كل الناس، لان ما شاء الله البلد مليانه مواهب ومليانه ناس بتقدم فن بجد، بس بنحاول. الممر خطوه، هل تكفينا؟ فكره ان الدوله تدعم كمان مثل هذه الافلام والحركه. انا بقول لك ما ده اللي بيحصل دلوقتي، بس الممر خطوه، لكن هل تكفينا؟ مستحيل. ما اعتقدش. احنا لغايه دلوقتي الناس بتعمل افلام على الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه وعن البطولات. احنا لو اتكلمنا عن كل حاجه بسيطه، بس بالنسبه لنا احنا بسيطه، بالنسبه للاخرين هي بطوله، هيتعمل فيلم واثنين وثلاثه. احنا راس العش ما عملناش عنها حاجه. ماشي. اغراق المدمره ايلات، اغراق المدمره ايلات ما عملناش عنها فيلم. جبل المر ما عملناش عنه حاجه. 24 اكتوبر وصمود شعب السويس، احنا عملنا حكايه الغريب بس في الاخر ذكرنا جزء من اللي حصل في وقتها. بس احنا محتاجين فيلم حربي يتكلم عن ازاي ناس مدنيين ورديف الفرقه 19 ازاي يقدروا يقاوموا جيش بكل عتاده. معركه الأربعين في السويس دي كانت من اهم المعارك واشهرها. فندم انا 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 مدرستي كانوا محتفظين لحد ما انا كنت في ثانوي، كانوا محتفظين بكتابات، يعني فضلوا محافظين على انه في كتابات عبري كانت موجوده على المدرسه قبل ما المدنيين المصريين المدنيين المصريين يخلصوا عليهم على افراد جيش العدو. فاحنا بنتكلم على انه انا بالمناسبه ده شفت ده بعيني، بس للاسف ما كانش وقتها موبايلات بكاميرات والواحد كان يسجل. ده بس ده كان في مدرستي انا اللي هي على حدود منطقه الزيتيات اللي كانت وقتها قريبه، دلوقتي قريبه من قلب مدينه السويس، بس وقتها كانت على اطراف السويس. ما ينفعش السينما المصريه يكون انتاجاتها الوطنيه بالقله دي للاسف، قصاد كل يعني للأسف. بس المعارك اللي بيحصل تغيير، احنا محتاجين بقى نزق التغيير ده انه يكمل، وانه نبدا نشتغل على انه احنا عندنا بطولات. البطل احمد عبد العزيز في حرب 48، ذلك الرجل العظيم اللي احنا حتى الان ما وفيناهوش حقه، عملنا شارع باسمه لكن ما وفيناهوش حقه. لا هو يعني بالنسبه للحقوق هو عمرنا ما هنقدر نوفي حقوق ابطالنا. بطولاتنا في الفلوجه، الفريق فوزي، وازاي لما كان وزير حربيه بعد 67 ازاي قدر يعيد بناء الجيش المصري. الفريق الشهيد عبد المنعم رياض، وذلك يعني انه ذلك البطل اللي استشهد على اول خط في المواجهه في القناه. والله يعني لسه الحديث له بقيه، هنروح لفاصل صغير جدا يا بسمه مع الساده المشاهدين، نرجع لكم مره ثانيه نستكمل حديثنا وغنانا واحتفالاتنا النهارده. وكل سنه وحضراتكم طيبين. رجع لكم مره ثانيه مشاهدي انتي، وطبعا شفنا مع بعض البرومو اللي فات ده على طول، شفنا فيلم الممر. وقد ايه يمكن الفيلم ده عوضنا شويه صغيرين عن العزوف اللي حصل من قبل المنتجين على الافلام الوطنيه. فيعني عايز اعرف برضو حضرتك رايك ايه في الفيلم ده من جميع جوانبه وعناصره، سواء كان الكتابه او الاحداث، الاخراج، الاداء. هو احنا عندنا لسه شويه بس عدم نضج في مناقشه الافلام الوطنية. لسه شوية احنا محتاجين نشتغل عليها اكتر. انه احنا عايزين نوصل لايه؟ احنا عايزين نقول انه احنا عندنا قوة كامنة جوانا هي اللي بتحرك ذلك الشعب العظيم اللي جيشه كان لا يقهر وما زال لا يقهر. تمام. احنا في وقت من الاوقات احنا شفنا مشاهد لجندي مصري نحيف بيشيل 120 كيلو وبيطلع بيها 30 متر خط برليف في وضع زاويه بالشكل ده. اللي بيخليه يعمل كده الوطنيه والحماس، ماشي، وهو بيصرخ وهو بيهتف الله اكبر وهو بيصرخ، بيطلع شايل ضعف وزنه. نعم. ماشي. وطالع بيه في حاجز رملي بالشكل ده علشان رغبه الانتصار. شفنا ناس في الطريق الى ايلات، والمناسبه المعلومات حقيقيه انه ضباط كبار سنا بيقوموا بعمليات فدائيه
رغم انه هم صحيا ما يقدروش ومع ذلك كانوا بيعملوها. فاحنا عندنا في الممر تجربه خير مهمه. خير جنود الارض يا استاذ مصطفى، يعني مش هنقول ايه بعد الايه دي. بسمة عايزه اروح بقى اتكلم عن المولد النبوي الشريف، واكيد بقى انا عايزاكي كده تحضري لنا اغنيه عشان نغنيها مع بعض. أنا محضره اغنيتين حلوين قوي يعني، لسه محضره اغنيتين حلوين قوي. طيب نسال السؤال ده لاستاذ مصطفى ونسمع صوتك بقى على طول في الاغنيه، اختاريها شوفيها تغني ايه. طبعا احنا عندنا من اهم الافلام الدينيه الرسالة، هو الفيلم اللي بيتعرض طبعا كل سنة في المناسبة اللي زي دي. وزي ما احنا عندنا قلة في الأفلام الوطنية، احنا عندنا قلة في الأفلام الدينية أو الأعمال اللي بتعرض لنا الدعوة الإسلامية وكيفية انتشارها والحاجات دي كلها. فلو عايز تتكلم أو تكلمنا عن فيلم الرسالة ممكن تقول لنا إيه عنه؟ هو مشروع عظيم، بس احنا فعليا ما عند للاسف ما عندناش غيره في كم الانتاج وشكل الانتاج. ان احنا عندنا مشروع مهم جدا، مشروع ما اقدرش اقول ان هو ديني، اللي هو مشروع تاريخي بالاساس، بيتكلم عن مرحله مهمه جدا في تاريخ العالم. اوكي، لانه الرساله دي غيرت العالم طبعا. تمام. والنسخه سواء النسخه الاجنبي اللي كانت بطوله انتوني كوين وريمبا باس، هي النسخه الاجنبي مختلفه جدا عن النسخه المصري؟ لا لا خالص، لا خالص. هي النسخه، هو المخرج واحد، اللوكيشن واحد، احنا كان مصطفى العقاد المخرج السوري العظيم الراحل الشهيد، يعني استشهد في عمليه ارهابيه في الاردن. المخرج العظيم مصطفى العقاد كان بيصور المشهد سواء العربي او الاجنبي الاول، وبعد كده في نفس اللوكيشن في نفس الديزاين بتاع كل حاجه في نفس الكادرات بياخد النسخه الثانيه بعبد الله غيث ومنى وصف. يعني يعني شاق جدا جدا. وبالمناسبه يعني الاساتذه اللي حضروا، السينمائيين اللي حضروا تصوير الفيلم كانوا قالوا انه انتوني كوين كان بيقعد يتفرج على عبد الله غيث يشوف بيعمل ايه من جمال وروعه اداء عبد الله غيث. طبعا. وبالمناسبه انت اختلاف عليه ابدا طبعا. خالص طبعا. فتكتشفي انه الممثل العظيم اللي كان عندنا عبد الله غيث خلى واحد ممثل واحد من بره بيعتبروه واحد من الهات السينما انتوني كوين. طبعا. فكان بيقعد يتفرج عليه. انه احنا للاسف مش قادرين نعمل ده تاني، لانه الافلام التاريخيه برضو بنقعد نقول اصله ملهاش جمهور، اصله تكلفتها كبيره جدا. طب لما هي ملهاش جمهور ليه كل ما بتتعرض كل سنه بيكون عليها نفس الاقبال الجماهيري وهي نفس القاعده الجماهيريه؟ انا عايز اقول لحضرتك بل بتزيد مع الاجيال. هو الرساله ده منتج سنه كام؟ من كتير. في ايه يعني؟ مش 40 50 سنه؟ حاجه كده. حلو. احنا لغايه دلوقتي القنوات بتشتري حقوق عرض، بتشتري حقوق عرض، ففي فلوس بالظبط، اعلانات، في فلوس طبعا. في فلوس جايه. احنا عند حضرتك النهارده قناتك دي اشترت حق عرض رساله برقم تمام، الرقم ده بيضاف لرصيد المالي للفيلم، لايرادات الفيلم. يعني هل يعقل ان مصر هي الرائده في المساله الفنيه ويبقى ما عندناش افلام؟ لا عندنا او مسلسلات غير يعني قليله، مش بشكل نفس الابهار اللي بنشوفه في الاعمال السوريه وبنشوفه في الاعمال اللي بتتعمل بره. احنا يعني احنا حاولنا كان عندنا تجارب، مثلا كان عندنا عمرو بن العاص، كان عندنا شويه حاجات كده بنحاول نجرب ونشوف. بس احنا للاسف طول الوقت بنقول اصل الجمهور عاوز كده. يا جماعه والله الجمهور مش عاوز كده، الجمهور عاوز المناسبه يعني ده بقيت بقول المثل ده كتير جدا. احنا طول الوقت مهتمين جدا بان احنا ننشر اغاني التكاتك. حلو. لما عملنا موكب المومياوات الملكيه وعملنا انشوده ازيس بموسيقى الجميل هشام نزيه، انتشرت. حضرتك كانت بتشتغل في التوك توك. طب يعني احنا بنرتقي لما بنقدم فن راقي، بنرتقي بذوق الجمهور وبننظف ودانه. طيب
انا لازم اسالك هنا سؤال يعني معلش قبل ما نسمع يعني بس ركز بقى معايا معاكي. هل المعروض هو اللي بيفرض نفسه على المطلوب ولا المطلوب هو اللي بيفرض نفسه على المعروض؟ للاسف المعروض بيفرض نفسه دلوقتي على المطلوب. يلا بس يلا بينا يلا بس توكلنا على الله. هنقول انت الحبيب. الله متألقة دايما يا بسمة يعني في الغنى الوطني والغنى الديني ما شاء الله عليكي بجد. دي من ألحان دكتور وائل. دكتور وائل وكلمات الشعر دكتور وائل ايه بقى يعني قولي اسمه بالكامل دكتور وائل سليمان. اه طبعا كلمات وتوزيع استاذ حسين زغلة شاعر جميل جدا. احنا معانا تليفون ده وتوزيع استاذي الكبير اللي بتشرف بيه الحقيقه وان انا بحب ان انا اذكر اسمه دلوقتي واستاذ احمد رمضان عبد الفتاح واللي بوجه له كل التحيه. كلنا بنوجه له التحيه. معانا تليفون بس انا هخليكي انت اللي تاخدي التليفون ده بقى بنيابه عني ارتاح شويه. ايه رايك؟ قولي الو. الو اتفضل معانا. الو ده على طول يعني على طول طبعا منورنا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. وحضرتك طيبه يا فندم. وحضرتك طيبه يعني انا بهني اول حاجه بهني سياده الرئيس اتصالات اكتوبر واتمنى يعني ان الفنانه بسمه تكون ادت الرساله بطريقه جميله وتكون حدت على اعجابكم يعني. يعني حضرتك شايف ايه؟ اكيد بيوصل لك ردود يعني. الافعال ما شاء الله عليها صوت جميل ويعني حقيقي بحه حلوه وطبعا يعني نتمنى ان احنا دايما نشوفها كده في الفتره اللي جايه في حفلات وفي حاجات كتيره قوي لانه حقيقي صوت مصر يعني عمره ما بينزل ابدا ان شاء الله. طيب والله انا بصفتي عميد ابن من ابناء القوات المسلحه بهني صلاه اكتوبر والمولد النبوي الشريف وصفتي دكتور مشارك في برنامج الفضاء المصري يعني بنوعد السيد رئيس الجمهوريه ان احنا ان شاء الله نبلغ الفضاء وحلم المصريين في الفضاء المصري وان شاء الله بنبذل كل جهدنا في اتمام هذا البرنامج يعني. ان شاء الله دايما زي ما احنا متوقعين ودايما املنا فيكم كبير طبعا وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. كنت عايزاكي تعرفيه انت اللي تعرفيه للجمهور تقولي بقى اسمه دكتور وائل سليمان. هو استاذ دكتور استاذ دكتور مهندس استاذ دكتور مهندس مش عايز اقول كمان ضابط بقوات المسلحه. الاسم بقى عشان ينور دكتور وائل سليمان. دكتور وائل سليمان مستشار وكالة الفضاء المصري استاذ مصطفى حفظ. بشكرك شكرا جزيلا وكل سنه وانتم طيبين وان شاء الله كده دايما بسمه من تقدم لتقدم ومن اغنيه احلى لاغنيه احلى منها. فيلم الرساله وتاني فكره انه في منصات دلوقتي بقت منتشرة كتيرة جدا بتعرض مسلسلات كتيرة قوي فطب ليه لو احنا عندنا الاوبشن ده ليه ما نعرضش مسلسلات دينية على المنصات دي وبرضو هتجيب العائد المادي وهتبقى مربحة جدا برضو بشكل كبير. هو احنا عندنا دلوقتي ماسبيرو زمان بتعرض حاجات كتير قديمة. من الحاجات القديمة عندنا واتشت بتعرض برضو بيتعمل تحديث كده في الصوره للحاجات القديمه وبتتعرض على واتشت فتلاقي شويه حاجات بالشكل ده بس كمان احنا محتاجين نعمل انتاجات جديده. ما هو ده اللي بنتكلم فيه بقى. بس هو للاسف هو ما هو في بقى في عندك مشكله بقى في عندك التيارات المتطرفه لما تغلغلت جوه المجتمعات العربيه بقى في احنا مثلا لما نتكلم عن سماحه الدين الاسلامي بقى بالنسبه لهم مشكله بالمناسبه. هو انت متخيله ان هم عندهم مشكله ضخمه جدا. ده بالمناسبه ده جزء اساسي من غياب مشروعات الدينيه الفنيه الدينيه اللي هو ان انت عندك بقى في نظره متطرفه وخطاب متطرف
بيدعوه على الرسول وعلى الصحابه. في رقباء على العمل ده، مش هيطلع كده والسلام. بس في كمان نقطه مهمه هنا، لازم يكون في شروط يجب توفرها في الفنان اللي هيقوم بالاعمال الدينيه دي، وهي اللغه العربيه الفصحى السليمه. فهل فنانينا وابطالنا الموجودين على الساحه دلوقتي بيمتلكوا الشرط ده، ولا خلاص اللغه العربيه الفصحى اندثرت؟ اللي بيعرف لغه عربيه فصحى هم بتوع المسرح. اللي ما اشتغلش مسرح ومش خريج معهد فنون مسرحيه للاسف ما بيكونش عارف، ما بيعرفش يتكلم لغه عربيه فصحى. ده اول حاجه. تاني حاجه، احنا لازم نقدم الصوره اللي احنا عايزين نوصلها للدين. فكره السماحه، فكره الاخلاق، فكره انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فيعني الرحمه. احنا للاسف كل ما يقدم عن الاسلام من خلال المسلمين في الفتره الاخيره هي صوره سيئه. احنا اللي بنقدمها بنفسنا، لازم احنا اللي نصلحه. زي ما بقول لحضرتك لازم يكون في رقباء على اي عمل ديني يخرج. هو ده طبيعي. انت بيكون عندك المؤسسات الدينيه بتراجع ده طبعا. بس احنا محتاجين انه لازم ناخد احنا خطوات لتغيير جزء من حمله تغيير الخطاب الديني اللي موجوده في مصر دلوقتي واللي في الوطن العربي. جزء منها لازم يكون في جانب فني. نعم صح جدا. وطبعا يعني بتهيألي النهارده يعني الحلقه كانت جميله ولذيذه، واستمتعت بوجودكم معانا النهارده، واتمنى تكون الحلقه حازت على اعجاب الجمهور اللي بيتابعنا النهارده، الجمهور اي تي سي وبرنامج انتي. وما تنسوش تتابعوا فيلم الرساله يوم السبت الساعه 10 مساء على قناه اي تي سي. وبشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا النهارده، الناقد الفني الاستاذ مصطفى الكليني، الفنانه الجميله بسمه عبد القادر. واحلى ختام ومسكوها يعني ختام هيكون معاكي انتي اللي هتختمي معانا بقى بمنى عيني. منى عيني ايه رايك؟ يلا واشوف طبعا جمهور انتي ان شاء الله على خير الاسبوع اللي جاي يوم الاحد، ودايما كده بصحه وبسلام، ودايما بنحتفل مع بعض بانتصاراتنا وبمناسباتنا الدينيه الجميله. كل سنه وكل المصريين وكل الامه الاسلاميه بخير وبصحه وبسلام. كل سنه وحضراتكم بخير. وحضرتك بخير وصحه وسلام. يا منى عيني سيدنا النبي رسول الله، يا ضياء عيني حبيبنا طبيبنا نبي الله، يا منى عيني يا منى عيني، أنا يا نبي أهواك والقلب ما يسلاك، يلي عليك العين سبحان من سواك، أنا يا نبي أهواك والقلب ما من سواك، أهل الجمال حسدوك وبردهم حبوك، أهل الجمال حسدوك وبردهم حبوك، وش جاب لي جبيك